اقدر اتحكم في مدار الفيروس ان اخرج من مدار قد ايه؟ لو عملت التكامل ده وحسيت هيطلع كنت فيروس على السيناريو بيساوي الفي ماكسيموم على جهاز الجين اللي انا عارفها بس موضوع الجهاز الجين حيث ان دي هي الديفريشن والدي ديفريشن اللي هي بتساوي ان على ان زائد دي الديفريشن بتاعتك وهي بتساوي ان بتساوي ان على ان زائد يلا كده هحط بقى ان وان عشان الخطوات قد ايه؟ ان عدد السايكلز اللي انا اشتغلها ان عدد السايكل اللي انا بوصلها من خلال ان عدد السايكل اللي اقدر اتحكم في المود الخارجي بتاعك اللي هي الجو بتاع المستكشف. لو جينا نشوف العلاقه ما بين الكي ريشيو وما بين المود الخارجي اللي هتطلع عندك او الباور اللي هتكون المطلوب او هتكون الحين بتاعك الكي ريشيو بتاعك بيشتغل بكام؟ رقم صفر لحد واحد. طبعا صفر يبقى مش شغال خالص، واحد يبقى شغال في الحاله دي كنا بنزود الديفريشن بتاعتك كنا بنزود الايه؟ طبعا برضه الدي عباره عن كون على تي، الدي عباره عن كون على تي، الان زي ما انت فكرت بشتغلها كل فترات متصله هي عباره عن كون على تي، وبالتالي كنا بنزود الديفريشن كل ما الباور بتزيد لحد ما توصل للفول باور بتاعتك او 100% كباور كنا بنتكلم بقى الديفريشن كل ما كان الباور هتوصل لحين بالشكل ده كده. النوع الثاني اعتقد ان هو لو انا مش مشهور في الكتاب بالتفصيل كده انا شرحته لك اهو. النوع الثاني بيسمى سنجل فيز اي سي فوتش كنترول. يبقى النوع الاولاني هشرحه اون اوف. مشكله الاون اوف محتاجه لارج لود. مشكله الاون اوف محتاجه لارج لود. تمام كده؟ عشان تقدر تعمل كنترول مش هتقف يعني لو عندك الحين بتاعك وايت لود فانت لما تشتغل اون اوف هيفصل هيقف. ويرجع يشتغل تاني. هي دي المشكله. فمحتاج لارج لود بحيث يكون يقدر يعمل تغير بس في السرعه بتاعته او يعمل تغير في الميشن بيحصل. في نوع تاني بيسمى سنجل فيس اي سي فوتش كنترول باي فيس كنترول. في المره الثانيه يعمل ده فيس كنترول. يبقى النوع الثاني هو يعمل فيس كنترول. في الفيس كنترول ما بيفصلش كومبليت سايكل. لا ده هو ممكن يكون ريسايكلينج بيفصل فتره زمنيه معينه او بيفصل تاني معينه من غير عرف. بالشكل ده. انا عندي سايكل كلها فوق اهي. هاي خلال السايكل وافصل زاويه من غير عرف زي الريكتيفاير بالظبط ولكن هشتغل في نصين. انا الريكتيفاير لو اشتغلت نص واحد او مفتاح واحد هيطلع لي الريكتيفاير. انا بشتغل بنصين عشان اشتغل في نص الموجه ونص السير. فانا ببدا اشتغل طبعا زاويه الفا ولازم اشغل ده بقى زاويه الفا او باي زائد الفا بنفس المقدار بحيث الافرج دايما بيساوي صفر. انا اشتغل في سي. فانا كل اللي هعمله اتحكم في الفاير ده اللي هي الفا. فعلى حسب بقى الفا وطبعا في الفا هو والفا السالب بيتنسبوا يكونوا مساويين عشان يفضل الافرج ايكوال زي. تمام كده؟ لو الحين بتاعك ريزيستنت هيبقى شكله بالشكل ده كده وهنشوف الاضافات كده هيبقى شكله ايه. لاحظ بقى في الجانب اللي فات الاس اس ار مش مستحيل يكون اشتغل كونتينوس يعني مش مستحيل افصل ده يفصل او لازم في فتره اللي هو البريكنج تايم اللي احنا قلنا عليها في الاول. الليد فولتج زي الجول سبلاي على حسب جول على حسب مقدار الفا لو الفا بيساوي صفر هل جول الفا بيساوي جول الحمل طبعا اقدر اغير في مود الحمل لحد ما اوصل للصفر على حسب المفتاح الاس اس ار بتاعك اشتغل ازاي. ماشي كده؟ طبعا لو المفتاح شغال لو جود عليه تساوي صفر لو المفتاح فاصل الجود عليه عباره عن جود الوسط. الافرج كارنت بتاع السورس بتاعك بيساوي صفر. الافرج كارنت بتاع السورس اللي انا شغال سي. فالافرج كارنت بتاعك بيساوي صفر ولكن بتاع المفتاح ما بيساويش صفر وهيطلب مني دلوقتي احسبه واقول له بيساوي في افرج كارنت اوريدي احسبه واشوف كنت بتساوي كام. لو عايز احسب الار ام اس كارنت بتاع اي سويتش كيو طبعا انت عندك كوبري سويتش فالحاله دي هقسم التيار كلي اللي هو الار ام اس كارنت بتاع الحمل اقسمه على جنب ايه؟ اجيب التيار بتاع كل سويتش. احنا قلنا قبل كده ان في الحاله دي انت عندك التيار كلي بتاع الحمل اللي هو عباره عن تيار بجنب سويتشين او من كل سويتش بتوعك. يبقى كل الطيار زي بعض. الدايره شغاله كده واحد شغال في النص وواحد شغال في النيجاتيف كل
look at that who are about our AC load, the check will come out. Go to somebody that can know what was before, had the amplifier again, the alpha by the amplifier was up, out of the cell can, try to go to check it out of the device at alpha A, alpha with the mission and so on, and that's a check. Then check it by your, and what for, product in attack resistant, then check it by your attack, but you get it, already go nice and there, the check it then, get it. طبعا اقدر اجيب بقى الجود الجود بتاعك الجود الحمل عباره عن ماكس سايكل 30 وبتقدر اجيب الجود الكارنسي تاني الجود الكارنسي تاني عباره عن ماكس سايكل 30 ده كان فرق من صفر او من اول الفا لحد باي ده في نص الجوده وفي نص الثاني من اول باي زائد الفا لحد 2 وبالتالي اقدر اقسم فيه الجود بتاعك اقدر اقسم فيه الجود الكارنسي تاني واتكون هو الخشعه على فتره واحده زي بعض وبالتالي اقعد على باي في ماكس سايكل 30 عشان من اول باي لحد باي هتسمع من اول الفا لحد باي عشان باي زي الفا لحد 2 باي ولكن هما الاثنين زي بعض وبالتالي بشتغل على نص واحد بس تبقى واحد على مش يبقى واحد على باي فما طلع الفضل الخارج بتاعي بالشكل كده بيطلع بيساوي ماكس على جذر دي القمه لو مش عامل كنترول مضروب في كده الفيلم ده عباره عن واحد بلس الفا على اثنين زي واحد على 2 باي ساين الفا باي ساين الفا لاحظ لو انت لاحظت ان خليت الفا بتساوي صفر لو انا خليت الفا بتساوي صفر في الحاله دي انت ما عملتش كنترول لو انا خليت الفا بتساوي صفر يبقى انا ما عملتش كنترول تعود هنا كده بس انا صفر بصفر الفا على باي بصفر وبالتالي جايز الواحد هرجع للشغل العادي بتاعي او الاي سي فوتش الطبيعي بتاعي اللي هو في ماكس على جايز اثنين لان ما عملتش كنترول خلاص الكتير ده بيروح وبالتالي برجع للمتاوي بتاع المستقبل بيساوي كل مصدر قرار المستقبل بيساوي في ماكس على جايز اثنين. الدايت ارمس فاليو بيساوي دي اوت ارمس فاليو على ار بما ان الحمل ريزستنت دول فانا بقسم على ار وبطلع كلهم مشتركه بالشكل ده طبعا الباور فاكتور هي عباره عن الدي على اس بعد ما جبت الدي بار بتاعت الحمل بيساوي دايت ارمس فاليو بما ان الحمل ريزستنت دول اقدر اعمل بالشكل كده هيساوي دي اوت ارمس فاليو بتاع ار بعد كده بقول ان البار بتاعت الصمام بتاعتي عباره عن دي اس ارمس فاليو في او نقول هي عباره عن البي بي على ار وبالتالي او نقول هي عباره عن دي او كارنس فاليو على البي اس كارنس فاليو لو وصلنا على بعض بالشكل كده بتاع الباور فاكتور هو مقدار الجهاز بتاعه بالشكل ده انا مش عامل كوز على فكره وقف الباب ده وقف الباب الاي ار اس بتاع السويتش تقدر تجيب الاي ار اس بتاع الحمل ودي
سمعوا على جاي في تدريب قاية بس الدم بتاعي الاسوش ما بقاش تاكل كام ده ثاني لان الافرج في الحمل هو سين ما نشتغل في سين فالافرج بتاع الحمل بيساوي صفر. بعد كده يقدر يحسب الهرمونز بتاعتها من غير ما اعمل لها فلور ولا حاجه اقدر اجيب الهرمونز بتاعتها من خلال شكل الشده كده. في الشكل ده عادينا كده البريودال هرمونز عادينا البريودال هرمونز لما يكون الهرمونز الاولاني والكامستري الثالث والسابع بالشكل كده. يعني هو عاديك ايه؟ عاديك البريودال هرمونز بالنسبه للدريان. يعني ايه البريودال هرمونز؟ يعني المقدار بتاع الهرمونز كبريودال. فانت كل فكره وعرفت كويس تقدر تجيب بايرن هرمونيك اتش ولا بايرن هرمونيك اتش ولا بايرن بالشكل كده. يعني مثلا لو عندك الدي ان بتاعتك بتساوي 90 وانا عايز احسب الهرمونيك الخامس مثلا اطلع الضغط من عندي 90 كده اقطع في النقطه ديت هيبقى انا عرفت بقى بتساوي 1 من 10 كتريون اضربه في البيز فاليو فانا جبت بايرن هرمونيك بيساوي كام. بيقول لك في الدوائر اي سي فولتش كنترول كل اللي بنت فيها الاوب هرمونيكس يبقى انت الاول والثاني والخامس والسابع عند الصغار كل خط هرمونيكس ما بانش فيها اي وقت بقى السكيت اللي انا هرسيه زي البيريود كارت او البيريود هرمونيكس تقدر تحسب منه زي ما نشوف دلوقتي في اي مساله كود الهرمونيكس انت عايز تحسبها. اعطيني مثال اهو مثال رقم واحد عندي سيمبل فيز اي سي فوتش كنترول. سيمبل فيز اي سي فوتش كنترول زي ما في الدايره الاولانيه خالص في غزل اند ريزيست كنترول بعد كده بتطلعه في الدايره. يغازل الـ AC voltage control، الـ AC voltage control بتاعه ده الجولد سبلاي بتاعه 120 فولت RMS value 60 هرتز، اللود ريزيستنس بتساوي 15 اوم. يقول انه عنده سبلاي 120 فولت 60 هرتز. يغازل الحمل، الحمل ده المقاومه بتاعته 15 اوم. اول مطلوب عايز احدد الدري انجل مقدارها قد ايه بحيث تكون الباور اللي هيستهلكها الحمل 500 فولت. عايز احدد الدري انجل اللي يكون الباور اللي هيستهلكها الحمل في الحاله دي بتساوي 500 فولت. المطلوب ان انا عايز احدد الار اس فاليو والسورس كارنت بعد كده عايز احدد كنت الار اس اند الافرج كارنت في اس اس ار بعد كده عايز احدد الباور فاكتور احنا مطلوب عايز احدد التوتال هرمون ديستورشن عايز احدد التيار عايز احدد التوتال هرمون ديستورشن للتيار قدر كان يقول له ماتش بتاع السورس وبالتالي ده بيصور. فانا اول حاجه هبدا اعملها واقول لك عايز احسب الفا اللي تخلي الباور 500 وات. فانا عارف ان الباور بتاعتي بتساوي بي سكول على الار اللي هي الجهد الخارجي على الار تبقى دي اول ار بي سكول تربيع على الار 4 15 الباور 500 فطبعا دي اول ار بي سكول بتساوي 6.6 من 10 فولت. جبت الفاوت انا عارف القانون بتاع الفاوت بيساوي دي ماكسيموم على الار انا جايز الاثنين مطلوب في المعادله بالشكل ده. الدي اول ار بي سكول بيساوي دي ماكسيموم على جاز الاثنين مطلوب في 1 بايس الفا على باي 1 على زائد 1 على بيس بايس لاين 2 الفا. المجهود عندي في المعادله دي دلوقتي هو عباره عن اف. البي اوت كارنس فاليو بيساوي 6.6 على 10، البي ماكس بتساوي 120، تسمع على جزء 2، وبعد كده المجهود في المعادله دي الفا تقدر تطلع قيمه الفا بتساوي كام؟ هتطلع الفا طبعا بتساوي 1.54% او بتساوي 88.1 ديجري. بتساوي المقدار الريتم او 88.1 ديجري. انت مقدار الفا اقدر اكمل بقيه المقادير اللي هو عايزها. المطلوب اللي بعد كده عايز يحسب السورس كارنت ارمس فاليو طيب السورس كارنت ارمس فاليو بيساوي في اوت ارمس فاليو الفي اوت على ار انا الجواب بتاعه عندك بار تقدر تحسب المقدار بتاعك اللي هي التيار بتاعك جبت تيار السورس بالشكل كده عايز اجيب تيار السويتش كايس ارمس فاليو واجيب تيار السويتش كاخر فاليو تغير السويتش كافرج فاليو بدل المعادله بتاعته من 4000 ريزلت كافرج فاليو بقى بيساوي ماكسيم على 2 باي فار في 1 زائد كوسين الفا. لو عملت كده تغير كافرج فاليو تغير البايس تغير الارمس فاليو بتاع السويتش بيساوي ماكسيم على 2 ولاحظ دايما ان الارمس فاليو اكبر من الكافرج اللي موجود قبل كده 100 مره بالفرق بين الاثنين وبعضهم. الباور او الباور فاكتور بتساوي على اس مش الباور بتاع الحمل اللي هي 500 على اس بتاعك عباره عن اس التيار بتاعك تيار المصدر او تيار الحمل تيار اس فاليو اطلع الباور فاكتور بيساوي 270% ودايما الباور فاكتور بتاعك مين؟ الواحد. بعد كده عشان تحسب بقى التوتال هرمون ديستورشن عشان احسب التوتال هرمون ديستورشن دايما بحسب الاول اللي بقول لك بقى هتلاقي كيرف بالبريونيك هرمونكس هتلاقي كيرف بالبريونيك هرمونكس فعشان احسب التوتال هرمون ديستورشن بحسب الاول خالص لو سمت البيس كارت لو عايز
Was wir wissen, wir wissen, was 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 wir wissen, فالحالة الناس أول حاجة لو عايز يسكتها من السوشيال طيار بجيب الـ IBAS الـ IBAS يساوي الـ VSOS أو يساوي الـ VBAS بتاعت الداخل الرقم عادة الكود صلاي لأن ده من غير سابق ما تغيرش ما ينفعش في الكود الحلم الكود الحلم تغير حسب الغرفة بتاعتك فأنا بقول الكود الصلاي بتاعك على أر 120 على الكود بتاعتك جيب الـ VBAS تساوي ده ماشي أهو بقى عند الألفة بتاعتي طلع 8811 عند الألفة بتاعتي يساوي 8811 اطلع كويس بس انا عشان كنت بطلع رول السوشيال المعادله بتاعتي بتطلع رول السوشيال ايه التيار بتقول كده التوتال هارمونيك للسوشيال بتاع التيار يساوي جهاز التربيع دي اي ار ام اس تربيع ناقص اي واحد ار ام اس تربيع على اي واحد ار ام اس تربيع لحد ما اوصل لمعادلة التيار اللي انا واخدها قبل كده اللي شكلها بالشكل ده. ايوه
ده من تفاصيل السنه اللي فاتت في الموضوع هناك اللي زاد بتاعها لحد ما توصل الشكل ده. حتى بيصور في مكسب على زيت. ساي نمرة 2 سيتا ليلو تنجي اللي بيصور طبعا على سوبر نور جاي لها فار. بعد كده ناقص ساي الفا ناقص سيتا الفا اللي هي الفار اللي عندي تبقى عارفها. الفا ناقص سيتا اي بص الفا ناقص اوجا اي على اوجا في تاني. ماشي كده؟ Thank you.
هي اوليفا ولا فوزيلا ولا فوزيلا بتاع بس لحد دلوقتي خليه في الجزيره. طبعا انا بقول لك 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 انا ب
بعد ما تجيب الاكسبريشن بتاع التيار في كل ده بتساوي صفر هتكون بتساوي ايه؟ بتقول التيار بتساوي صفر هتكون بتساوي على بقى هنا هطلع عند البيتا ودايما البيتا اكبر من الواي هتلاقي البيتا طلع بتساوي 3.8% او بتساوي 220 دجري. لو انت حسبت الجامعه خد بالك دي تشيك عشان تعرف تشتغل صح ولا مش صح. احسب الجامعه لازم تطلع عالي 180 الجامعه اللي هي كوندكشن عالي لازم يكون مواصل عالي 180 درجه لان كل محتاج يشتغل المفروض في 180 فلو اشتغل 180 كلهم اهو ايه يبقى هو ممتاز وطبعا ما ينفعش. لو انت حسبت الجامعه طبعا بتساوي كده بس طبعا انت الجامعه بتطلع على سعر 130 جنيه ايه الجامعه بتطلع 130 يعني المفتاح تشتغل 130 درجه بس وده كده صح لازم تكون قال 180 اسس الدرجه بالنسبه لي اريد عندك الاكسبشن بتاع التيار انت جايبه اضرب 4 وتعمل التكون بتاعه وبالتالي حسب تقدر تطلع مقدار التيار بالنسبه لك. الاي اس اس ار الاي اس اس ار بتساوي بقى نعم نعم وانا كنت عشان انت اللي في العدد الرابع يعني ما تعملش يعني بتستوعب تعمل لا دي I'm on the
أو دفعة ثالثة يستلم واحد يجي من كرسي ترشيم واحد يبقى ملهاش لازمة مش محاضرة طبعا. أنا شايف إن ملهاش أي لازمة، يعني مثلا ترشيم واحد ممكن يجي لي مثلا يعرف أعمل كرسي زي كتر خيره طبعا إن أنا جايز لازم يتكاسل يعني مثلا بس ملهاش بطريقة حتى ربع نص ملهاش 10% ملايين ولا 25% 50 ما عليك عشان احنا نصلح يعني كل واحد فرق في صلاته. حد عنده أي استفسار؟